النبي افتح لي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الاجره. ان الله مع الصابرين اذا صبروا. يا الدنيا هتطير، مستعجل ليه؟ في العجله الندامة. انت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش زار. انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو. وادي ثلاثة تعريف. لا ده قرش سام. لا والله ده بينه تعريف. لا ده قرش سام. لا تعريف. خد اهو. ادي تعريفي وادي تعريفي وادي ادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده. انت هتنهى؟ ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك. كان حش وسطك. شنطة واحد. يا حي. شنطة واحد. شنطة واحد. شنطة واحد. شنطة واحد. منك لله يابا، طلعتني من الكتاب، كان زماني بعرف افك الخط. شنطة واحد. قول لي والنبي يا حضرتك العلوان دي هوصل له ازاي؟ شنطة واحد. شنطة واحد. قول لي يا حضرتك ممكن تستقرا لي العلوان دي؟ الله. ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ المنصورة اتنين. صوفيا. صوفيا القشطة. طمر عندي الشفة. صوفيا. صوفيا طمر عندي الشفة اشرب. اديني واحد من ده وحياة ابوك. صوفيا. ايه؟ صوفيا. صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا. اشرب من ده وخلاص. ما هو يطلع زي ما يطلع. سونيا جميلة جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مشوارك بعيد قوي. ده في المعصرة. واروح ال ال المسحرة دي اروح ازاي؟ يا اخي اطلع من نافوخ انا مش فضيلك. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقية في حياتك. حياتك الباقية. صحيحكم مشكور. ما انجلكش في حاجة وحشة. وتعبت نفسك وجيت لهم مصر. نعم. انقهرت عليها. هي اللي كانت فضلاني من الدنيا. لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفة شيء. كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش. ولا الحكومه حتى تعرف ولا احنا عايزين نعرف حد ولا عايزين حد يعرف. خد استقرا لي بقى. قريبك انت الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لذا. قلت بقى ده مامي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم. من غيره العماره ما تتبنيش. هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك ده هي. اسال اي واحد فين الاتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصار. نزلني فين؟ المسعرة. تنزل المسعرة. ايوه. المسعرة. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضري. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلدي. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي؟ مش تدفع ثمن الصوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرت الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. اهدى. قرش تعريف. قرش تعريف بقى.
دي كوبات انا 10 ساق 10 ساق ليه شويه الماء البيضه دول 10 ساق اه خد ايه ثلاثه تعريف اهم حلو قوي كده كويس فتحش وسطك ما حدش يسمع اكتر من ثلاثه تعريف امر لله انهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب ايه باب ايه انت كان لسه على طرطوفه لسانه دلوقتي باب ايه يا برطوشي باب ايه باب الوزير هم الوزراء بقى لهم ابواب امال باب ايه بس باب ايه يا هو باب حاجه ما تتاكلش تتشرب ولا بتشرب امال باب ايه باب ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك باب زويله باب البحر باب اللوق ايوه ايوه هي باب اللوق دي عليك نور طب يا اخو قول كده من الصبح وانا كنت عارف ولا قلتش اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده لا انا هستنى واحد فاضي بقى بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل يلا يا اخينا الشعبك يلا يلا امر لله يلا بينا ايه رايح فين رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي باب ايه حوش حوش هنداوي هنداوي انت هنداوي قوم افتح الباب يا راجل بيخبط ما يخبط واحنا مالنا احنا مالنا احنا مالنا ازاي ده بابنا يا راجل يا ولي الهام يا ولي مين حاجينا ساعه زي دي الهام قوم يا راجل افتح دهدي طيب طيب انكتمي باي مين؟ خالي بالحضن يا خال مين؟ حسنين ايوه حسنين بشحمه ولحمه اتفضل يا حسنين اتفضل مساء الخير يا مرات خالي مساء الخير ازيك؟ اهلا يا حسنين بركة انك طيب اتفضل معايا يا حسنين انا هقعد هنا لا اتفضل معايا هناك انا مستريح كده يا خال تعالى راجل هناك تعالي اهدي فر فر ايه؟ دول عيالي كل دول عيالك ايوه ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم ده انت غلبان قوم يلا في الزقوق قوم من هنا انا هنام هنا اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتني خش جنب اخواتك جوه اهلا يا حسنين ازيك كده الحمد لله يا خال اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا ايه اي والله وزي امك كده امي مش انا امي ماتت يا خال ايوه بقيت يتيم الاب والام يا خال يا حول الله يا ربي تعيش تعيش يا مرات خالي ما قلتيش بحاجه وحشه بقيت يتيم الاب والام طب مش كنت بعتلي انا اتلهيت على عيني بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده كتر خيره ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي طب بقول لك ايه ايه تعالى اقعد انا هنام هنا داني بنام هنا ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال يا جماعه ما يصحش قوم تعالى معايا هناك اهو ده انت عليك تحكمات فاطمه بقول لك ايه قومي حضري لي لقمه اتعشى بيها لا وتوعد اهدي احنا ناقصين ايه ما يصحش انا واقع من الجوع واقع من الجوع يا مرات خال من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السونية سونية ايوه بتاع بيضة كده هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل بقيت يتيم يا خال معلش معلش استهدى بالله بكره تنسى انسى ازاي وانا جعان كده دلوقتي تاكل وتشبع اديني قاعد اما اشوف شد حيلك يا ولد ايه ما بتاكلش فول ولا ايه فول ايه يابا شد على الله ده احنا فينا الصحه تهد جبال انت فاكر نفسك ليه قوم جامد قيمتك قوم معلش يا راس ابعاد معلش الواد جديد لسه مولة الناس يا بوي ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك نطول على الاخر لا طول بالك طول بالك يا ريس احنا نعجبك قوي ما يهمكش اي حاجه قلت لك قوم قوم يا فجري خد بايدك خد قوم يا غشيم اهياني 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 اهياني
أهياني أه أهياني أهياني أه أهياني أهياني ياني ياني أهياني. جراه يا جدع، مزجت حسب الله هي ولا إيه؟ ما احناش عارفين هنا. مزجت حسب الله؟ المزجت حسب الله إيه؟ كك حش وسطك يا مرات خالي. أهو إيه؟ مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا؟ هتوقع لنا كمان. يقولي يا عيني وليه؟ اسكت انت، انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الاوضه. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو، هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي، انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خالكك حش وسطك انت راخ. قوم يا راجل. شد حيلك ومال يا حسنان. شد على الله يا خالي، بس القصعه دي تقيله قوي، ما عندكوش حاجه شيلها خفي من المسلح دي؟ عشر يا امال بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي، حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جلونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يان شيل يان. هات يا خال. ايوه شيل. ها شيل يان يان شيل. يا ولد الخحمة فنك. يا نهار ازرق، ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال، ما هي المونة طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري، تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل، بدل ما عامز الحمار كده بحمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت حيت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل على النوت تاني؟ اخرس يا علي اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا علي وعبي يا جرانجي. اجري. حاضر. كبدأ في تنيتك وانت زي البغل فيه. عشيت. لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الا قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ أول مرة الاقي خال عايز يتلف أخلاق ابن أخته. شوية شوية تقول لي شبوني. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد أهو. طب أقول لك إيه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي إيه اللي هشتريه يا خال؟ ما أنتوا عندكوا شاي أهو. أيوه صحيح إحنا عندنا شاي أيوه، إنما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا جدع عايزهم هات الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه. حلو قوي، حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فوتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لي الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كانت ملة على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام علي ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. العيشه تعرف يا اخي.
تقلش ما تقلش بالك، ما هو بني ادم على نيات وشرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شيء محسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا رحيم عشان محسن. قال لي لا، انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ لا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ابو غريب. لا اسمه شاي ابو حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ هات يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول لي انت مالك انت؟ انا خايف على العيال اللي تحت، لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوه. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. انا بقول اخد العيال معايا عشان انا خايف عليهم. لا انا هسيبهم مالكش دعوه بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. اوعى بقى. اديني شاي ام حسن الله لا يسيئك. شاي ايه؟ ام حسن. يا ابني مفيش حاجه اسمها شاي ام حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورقة تواليت. ورقة تلاويت؟ ايوه. بيعملوا بيه ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات الشاي. حاضر دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. افتح يا خالد. ايه؟ هو لحق يرجع؟ افتح يا خالد. ما تردش عليه. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن؟ قال لأ. انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب في الزوم اتخمد. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمدي يا مرات خالي؟ انا اتخمد. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. قال لأ. تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. قولوا لابوها ان كان جعان يتعشى. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. Wait.
انا مكسوب. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان، الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي، اربط الحمار موضع ما يقول صح. قال يعني جري في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حينفع في شغلانه ده. انت بتلفق في ايه مقطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك، تقولي على نعمة ربنا اربه يا اخويا. معلش يا خال، معلش ما تزعلش مني، بكرة هبقى كويس قوي، اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اختي زيي، هتنفخر بيا يا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجروا له العربيه. يجروا له العربيه ايه يا بيت؟ هشتغل حمار؟ حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني، هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش، شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح، خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتنفذ من هنا. قومي قومي كخاب، الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوحه يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد، ساعة قاعد على نار. انا بقول لك اهو، قوم في الزيت اهو، قوم يا خالد كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط، لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر، قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك، دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسة حلوة قوي، شوف الكوسة عاملة ازاي؟ تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسة. والطماطم تلاقيها النهاردة ما تلاقيهاش بكرة. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاه يرم العرض. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساء عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين، وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجاني. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجر ايه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللي حتفوه شيلوا الواد من ابوه، السح اللي لحت فوق شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربيه ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى. ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ لما حته نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال لا هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش، هو تليه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ واني مال لما يجي
لازم اساله. اساله ده انا هروح في الجسد ده. يا ولا ولا محمد بس ولا بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس ولا ولا مش عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجه فيكم يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمه العيش هنا صعبه، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمه سهله. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاده شويه كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومه بتصرف المصاريف الجامده دي. بقول لك ايه؟ خد يا حسنين دول ونوصل لغايه موقف التاكسي الاجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدقت. الاجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا اخينا. ادفع الاجرة يا اخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى دفعت الاجرة مضاعف. قال انا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. امال انا بطلب الاجره مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الاونطه دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا اخويا انزل. اديني هنزل يا اخويا ما تسوق. اديني افتح لي الصخمطه دي وحياتك. بتفتح من ايه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي. امشي ما تتناشى الشروق ابدا. ان شاء الله يطلع لك فرد بلجيكي ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدأ المية انت واللي يعرفك لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ انا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى احسن افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يلا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. ما تيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزوش ليه؟ إن شاء الله. بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سكر. أنت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذة أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانا. ايه
سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما اجي اقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. فقلت يعني خلينا في السرير احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتك. انتكت؟ انتكت ايه؟ خزقعين هياكلوا الشهد. خزقعين هياكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن. اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له. خلاص خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش وقت. سيبوه دلوقتي. بس انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعالي لي. لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق. هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصل. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براوة عليك يا استاذ، براوة عليك. احنا عندنا
عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك قال ايه وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه يعني شحات بيشحت في شحات انا عمري ما شفت الشحات لابس كده ما تقطعوني الزكته دي اخرس خالص اكرهك لو اتكلمت فاهم ولا مش فاهم طيب انت تتكلم خالص طيب حاضر طيب حاضر طب اقول لله يا محسنين انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي نعم جايب تغني انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين مين عبد كفته خالص مش عايز اتكلم خالص راسك اللي فوق برنس ايدك قدام لا يخرب بيت ابو اللي زعلك إلهي ربنا يكرمك إلهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم إلهي يا رب أهلا 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 إلهي ربنا يكرمك يا شيخ إلهي ربنا يكرمك إلهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون البس النضارة وقف مكانك الجنيه طار يا خليل مالكش دعوة طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا إلهي ربنا يكرمكم إلهي يا سيدي الجنيه اهو وادي ابن حرام ايه الموضوع يا خليل ومين الهلف دي وانتوا طلعتوا من ايه مالكش دعوه انت شوف شغلك بلاش لماضه مفيش اثناء العمل بوس إلهي يا رب ربنا يكرمكم إلهي يا رب ما تجيب حاجه مش شايفاني عاجز ما تجيب حاجه لله إلهي ربنا يكرمكم ناقص 3 جنيه 75 قرش انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه انت عملت النهاردة 28 جنيه و16 قرش الله وعرفتوا ازاي اطلع بالباقي ايه اطلع بالباقي ده انتوا ولاد جنية احنا الاولاد جنيه عامل 28 جنيه و 16 قرش 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه ده سكسيه البركه في النضاره انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها ايه ايوه احنا بناخدها انت قاطع ميت ولا بتستعبط الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة روح امك احنا ورانا مصاريف جامدة اوي ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز انت بتتكلف مصاريفك كتير اوي ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين قوم يلا يلا بينا على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تاني لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل يلا يا ابني اللذينة فانت اول مره تخرج فيها مع بنات انا اول مره اخرج فيها يعني في حياتي معقولة شاب جذاب زيك انت كذاب كذاب ازاي بقى هو جذاب بقول لك انا مش كذاب مش كذاب جذاب جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك ايوه فم اه فم انا فم فمتي ودمك زي العسل كمان معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها سمكة ايه ده انا غلبان وعلى باب الله يا عم ما كلنا على باب الله طب عيني في عينك كده ولا حتى ايام ما كنت في الجامعة جامعة الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي لا أنا بتكلم بجد ما معكش شهادة جامعية؟ لا أحسن هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟
أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا شهادات ولا غيره. يعني أنت لو اتقدمت لواحدة متعلمة مش هتسألك على شهادة. متعلمة لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا مع السكرتارية. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص مدام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعه كده. ليه لا، مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر متر الانفاق. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لبابا. اه يا لهيمه طلع مش هعمى، والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كازينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر، صباح الخير ولا مساء الخير؟ يا ستي ما تدقيش. علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتي. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو دام لابس اللي على الحبل ومتشيك يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو. ماما بخرت الشقة بعد الصلاة، بس اوعى تقولي ان انا قلتلك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر، يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي، مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا، اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مره. يا بنت يا شقية، طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. ده مهما فيه. اه اهلا وسهلا. انا بنتي عايزة كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كل فليكس حاجه ساعه. اي حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايدة كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشرة. عظيم. ده بعد كام سنة؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجة. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوة. يعني شغلة كويسة وبتكسب. بتكسب؟ هي بترزق اخر الليل، بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك.
طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله انت ما صدقت. ما تضغطيشني بال مدلوقين عليك. الف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تضغطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا لاجا؟ مش في الفورمة يعني؟ وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ شغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلاليف؟ طبعا بني ادمين. ده اللي تغلبه لعبه هلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. أجدع ناس؟ أجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني آدمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز أي واحدة، أي واحدة بتاعت غرزة بتبيع حمص الشام، بتبيع دورة، بتلم سا 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 سبارس، تتمناك. سبارس إيه وغرز إيه يا خليل؟ أنا عايز أبقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ اوعى تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك. معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعمل لي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو يا عيد. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجة، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم.
اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده، نوفر القرشينات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايده يا عيون عايده، انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز اديكم بومب. بومب ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع يعني ايه؟ مش عايز تتجوز؟ ايوه ايوه ايوه. ازاي يعني؟ كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع ورحمه امنا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس ملوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع عايده؟ عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده عايده، وهاني لازم كنت اخلص ضميري، الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، انما اني شحات مفيش اوطى من كده. الله. خليهم اتنين. مكان جميل بس حر شويه مش كده؟ الحر ولا برد انا مالي؟ لو كان قالوا لك ان انا مصلحتي الارصاد الجويه. حلو قوي. ايه دي اللي حلو؟ النكته اللي انت قلتها. انا ما قلتش نكته. انت ايه متضايق شويه ولا متضايق ولا مش متضايق؟ انت مالك يا سيدي؟ ما تسيبني في حالي. ما تجيب يا سيدي. ندردش شوية مع بعض. ايه؟ ادينا حاسب لك الدنيا ولك ليه؟ ضايقتك شوية مش كده؟ هي مين دي اللي ضايقتك؟ البدوزيل اللي كانت معاك، خطيبتك مش كده؟ الله، وانت عرفت من ايه؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعه ما خرجت من اللوكاندا شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومه، انا ما عملتش حاجه. انا انت حكومه، مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجه. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغايه ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك، تقول فيه
اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه؟ تقرير ايه وإدارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامه. القوة الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شوبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. على انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ازيد سان ماني، الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله، المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عامل لي مش عارف تقرا. فاستهل. إلا ما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفران. بيقول لك مره واحد رفض لعب في حبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد.
امضي. امضي فين؟ هنا اهو. طب ما ابصم احسن. عليكوا حركات يا بتوع البوليس. دي امضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت تتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني. أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش أنا مش حظهره اللي إذا خنتني. ما بلاش. ده شرطي الأساسي. أمر لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقاربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة. وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. الشنطة دي عندك 5 دقايق وحياة ابوك. ايه؟ فيها فلله. تشكر يا اخويا. اللي فات انا كنت بعمل ده لمصلحتك. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه ونعيش نعيش عايد. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش ما تزعليش، انت عصايه.
انت زعزوعة عمرك. انا زعزوعة. ايوه كده معاك يا شيخ، منعول ابو الدنيا لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين احسن، دول اصحاب فضل علينا. ايه يا عايده؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ الله، انتوا مش هنكتب بالكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى انا مش فاهم حاجه. مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. عن اذنكم دلوقتي هطلع الشنط متعلقات واجي لكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عايده. وظبط واحد مسطول على الناصية بيأزأز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي، بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح يا بعدين. واحد. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو اني اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده لا تورينوا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي تبقى نصوحة هموش، وحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله. ده أنت طايح أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن علي. أنت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو اني اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفة هقطع خبره كالكوضاء المية لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري ورايا يا عزيز اطهره، ما تخلوش غيب عن عينك. جري. امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 سته تانية، ولو قفلنا عليه سي 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 سته تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانيه بقى؟ انا هقول لكم عليها. والواد ده مش هسيبه، وانا اللي هقطره. يكون في علمكم الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. يا مسقف أنت، على نعمة أنت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة، لازم تحط لنا واحد تاني، لأن المكان ده سوق. صاحبنا الاولاني ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف يا بيه، يا بيه، يا بيه، هي اكيد عايز ايه؟ عايز اتكلم. مش هيك يا بيه، تعالى
سيبه يا حامد. افندم. ايه يا بيه؟ عملنا لك ايه عشان تاخد الراجل بتاعنا يا بيه؟ راجل ايه؟ تمين. انا اسم النبي حارسك وصاينك. انا اللي ضحكت انت عليه. احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك. تقطفها. تقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا يا بيه. اغلى راجل عندنا عايش في الهفوه بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطه. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا. تيجي انت تاخده مننا سفلاه. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسة سنين. بس حساسة سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكيله يا اخي احكيله يا حامد. انا هقول لك كل حاجة سعادة البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحتة دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليلة واحدة من عمري يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش أي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لاكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبر البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده اوانطة. اه اهلا يا سعادة البيه. اهلا يا حسن. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعادة. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه اتفضل. اهلا بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني سعاده البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيه جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور. يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتكى فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000. لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلع الفرح فوق دماغه. دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. بس كنت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صحش. اخرس. لا عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي مش كده؟ اه
ده راجل شحات محترم. بس يا خليل، بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوه. بس يا خليل، انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش، احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. هتعرفهم بينا يا معننا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي، بيندهولك هناك. طب عند اذنكم. جاي هو. قلت ايه، مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقولك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ الصباحية هبقولك أنا. الصباحية هبقولك. مش تفهمني بس انت بتتبع. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا هفضل قاعد. هو في ايه يا حسنين؟ الصباحية هبقولك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيب؟ مش عارف، انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل. ايه ده يا حسن؟ ايه في الصباحية هبقول لك. حسنين، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول. فين؟ الصباحية.
ماما كيف وقت حبيبي؟ يا ابو تعال 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 امسكوهم. انا ماليش دعوه، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا سفايق، كل اللي انت عملته محسنين كان متراقب، واحنا سهلنا لك المأمورية وادينا لك الدوسيه اللي اقنعك انه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ابن الحكومة 150,000 جنيه يا غبي. ده انت اللي غبي، ده اللي خدت 50,000 جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي. تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هاتي بوسي زي بتوع السيمة، زي انور وجدي وليلى مراد في فيلم العار.